أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن إلى محطتنا الثانية من برنامج الصحة توب، ومع موضوعنا النفسي بامتياز حول دعم الأمهات في شهر رمضان المبارك، تقديم الدعم النفسي لهن. نحن نعرف في ظل الحجر المنزلي الأعباء المنزلية والمهام والواجبات التي تقع على عاتق الأمهات هي كثيرة وكثيرة وكثيرة. هن بحاجة إلى الدعم النفسي، إلى المساندة، إلى الكلام، إلى كل ما يريح الأمهات في ظل هذا الحجر. ومن مسؤولية من هذه الدعائم وهذا الدعم النفسي؟ تقع على مسؤولية الدعم النفسي على من؟ بالدرجة الأولى على الزوج أم على الأولاد أم على المحيط؟ دعونا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الاختصاصية في علم النفس إيثار بزون. أهلا وسهلا فيك إيثار. أهلا فيك حبيبتي، أهلا وسهلا فيكم. أنت أم وأنا أم أيضا، وهناك العديد من المشاهدات أيضا أمهات، هنا بحاجة للدعم النفسي في شهر رمضان المبارك حتى يستطعن القيام بواجباتهن على أكمل وجه دون التذمر ودون الشعور بالغضب أو أي اضطراب نفسي. متى تحدثين بهذا الموضوع؟ المهمات المنزلية هي ليست عبء على الأمهات فقط، هيدي أهم مقولة لازم يعرفوها الأمهات. لما بتحس الأم أنه العبء الأعمال المنزلية، الطبخ، التمسيح أو أي عجلي، هو منه عبء على الأم، بصير في عنا هون مثل سماح نفسي بينه وبين الأفراد اللي بالعائلة، إن كان إذا عندها أولاد أو لا، أو زوجة أو أم أو بيا. لما بنلاقي هون صار في عنا تعاون مع أولادها، أولادها عم بيساعدوها بالمهمات المنزلية، بالأكل، بكافة المهمات اللي هي وقع على عاتقها، بتتوزع الأدوار، وبالتالي خلال توزيع الأدوار بتخف الأعباء على الأم، الأعباء النفسية والضغوطات النفسية. نعم، يعني الحاجة النفسية الملحة للدعم وتقديم الدعم النفسي للأم، كيف يمكننا كمحيط، يعني كزوج، كأولاد، كمحيط، كأهل، أن ندعم المرأة أو الأم على وجه التحديد، أن ندعمها نفسيا خصوصا بشهر رمضان المبارك؟ خلال شهر رمضان لازم يكون اتفاق بالعائلة، مين ما كان الأفراد المؤلفة من هيدي العائلة، إنه في عنا مهمات بدنا نقسم علينا. أنا مش كل النهار أنا أم بدي أوقف كل النهار بالمطبخ أو كل الوقت بالمطبخ، أنا بدي أحدد ساعات الوقت لازم أشتغل فيها. أنا ما بدي في عندي وقت لراحتي النفسية، للاسترخاء، في عندي وقت للنوم، يعني كل هذه الأمور لازم تترتب يمكن قبل شهر رمضان المبارك كمان. هلا نحن شهر رمضان جاي في مدارس وجاي في عنا كورونا، يعني نحن ما في عنا علاقات اجتماعية، ما بننسى علاقتنا الاجتماعية، بنحاول قد ما فينا نضلنا على تواصل أكيد من خلال الفيديو مع الأشخاص اللي نحن بنحبهم، بالإضافة لأنه نحن ما لازم ننسى، يعني فينا خلال السفرة نفتح فيديو مع الشخص اللي حابين كنا نعمل عزيمة نحن وياه، ونكون على وفاق بينا مع بعضنا. بالإضافة كمان لنقطة كتير مهمة، واللي هي تحضير الطعام مش هو الأساس بشهر رمضان، مش نحن بس محرومين من الأكل، نحن بحاجة لطاقة لنا، بحاجة لتنظيم وقت الدرس، وبالتالي نحن بدنا نقسم، بدي أخذ وقت يمكن طالع فيه، يمكن أقرأ فيه قرآن، بدي أقسم وقتي يتناسب العائلة بكاملها. يمكن الأمهات أحيانا بهذا الظرف اللي عم يشتغلوا دور المعلمات ودور العاملات المنزليات وإلى آخره، عم ينحرموا خصوصا بهذا الشهر الفضيل من القيام بالواجبات والعبادات الدينية اللي هن بيرتاحوا فيها روحانيا وبيحسوا فيها بتشريش الطاقة. كمان في شغلة مهمة إيثار، نحن ما تطرقنا لها، أهمية أنه تساند المرأة بالكلمة الطيبة والشكر، إن كان من المحيط، من المنزل، من أفراد العائلة ككل. شو بتحكي عن هذا الموضوع؟ بطبيعة الحال التحفيز هو متنوع، من التحفيزات في عنا التحفيز اللفظي، التحفيز اللفظي بيكفي لما ابنها أو بنتها يقولوا لها للأم شكرا لك، أو زوجة يمكن يتشكرها، يمكن نهار يقدموا كلياتهم أنهم يقوموا بمبادرة تحضير الطعام، يخففوا عليها الأعباء، هيدا كلياته محفزات بتساعد الأم على أنها تقوم هي تاني يوم بشكل نشيط، بشكل سعيد، وبتكون هي عم على وئام ومرتاحة معهم أكثر. نعم، إيثار بزون، حضرتك اختصاصية بعلم النفس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وحضرتك أيضا أم، نحن بنثني على جهودك كأم وكمعلمة وكعاملة وكمختصة أيضا، ودورنا نحن كمان نحفزك ولو بكلمة بسيطة، نتشكرك ونقول لك يعطيك ألف ألف عافية، ورمضان كريم، الله يتقبل أعمالك ويخلي أولادك أيضا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا حبيبتي، ويعطيكم العافية. ألف عافية.
أعزائي المشاهدين، بعد محور الصحة النفسية ننتقل إلى محور التغذية، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.